ايه كيفه استاذي؟ لك انت وينك؟ ما قلت لك بدي اياك، وين بتغط؟ مثل ما بتعرف عم لقوت ونكش هون وهون، القصة بدها حوصة. المهم هلا اسمع منيح، صار عندي برنامج جديد بدي اياك معي. لك ان شاء الله الف 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 مبروك. إيه هيك؟ ها هذا خبر كونتوس بلونتوس بدها حلوة. اهدى شوي وركز معي، شغل التقارير رح يضل ماشي مبدئيا لحد ما نبلش بالبرنامج الجديد. تمام. اللي بدي اياه منك هلا تفتح عيونك وادانيك على كل كلمة بيحكوها الناس، كل قصة زعجيتهم عم يتهامسوا فيها ما بيقدروا يحكوها انت بدك تجيب لي اياها. يا لطيف، شو كتير القصص اللي زعج الناس، هي اسهل شغلة اعتبرها صارت. والشغلة الثانية، اوف اوف اوف، شو هالفوتة؟ عندك صبية ثقة؟ ايه موجود. لكن اسمع مني شو رح تساوي.